قال: ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه. وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكري، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضي. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب، والأمان الباطلة والعذاب الحاضر بما فيه. وإنما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرئاسة، وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر. نعم، يعني حتى وإن كان لا يشرب الخمر لكن فيه نوع من السكر آخر الذي هو سكر الشهوات. نعم. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو. نعم، صاحب الخمر يفيق ويصحو، أما سكر الشهوات فلا إفاقة فيها ولا صحو. نعم. وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين.